السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوان. كاين هذا لابارتمون ثمن جد مناسب، فيها 127 متر. خليكم معايا باش تشوفوها مزيان. هذا هو الصالون اللي عندي من هو، هذا فيه ثلاثه السراجم وفيها ثلاثه ديال لي فاصات، ثلاثه فرصادات كما كنقولوا بالدارجه. هذا هو المراح، كاينه كوزينه على اليسار، هي كتفوت الصالون كوزينة على اليسار، في بلاكارات وجميع البيوت فيهم لي بلاكار. لا شومبر الاول فيه بالكون وفيه تا هو بلاكارات. الشمشة الخوت مشمشة مزيان، فواحد موقع حدا الجامع ابراهيم الخليل. بنين جديدة حدا الجامع ابراهيم الخليل، طريق سيدي بوزيد. ها الشومبر الثاني حتى هو فيه البالكون، حيت كاينين هنا جوج ديال لي بالكونات هنا في هاد الشقة هادي. وكل شومبر كما قلت لكم الخوت فيها فيهم البالكون وكتطلع للفيلات. نذكر لكم المساحه 127 متر في الطابق الثالث قرب المسجد ابراهيم الخليل مدينه جديده طريق سيدي بوزيد. هذا هو الشومبر الثالث هو هذا. لاسونسور ما كاينش، كاين لاكاف ديال الطوموبيلات لتحت اللي هو الباركينغ ديال الطوموبيلات لتحت تحت الموبل. وبالنسبه للثمن الاخوان 65 مليون قابل للنقاش. الا بغى يشوفها شي واحد مرحبا، الف مرحبا. الحمام هو هذا فيها جوج. نمشيو للباركينغ تشوفوا ان شاء الله. باركينغ متيسة تبارك الله. اللي بغى شي واحد يشوفها مرحبا، غادي نخليكم التليفون ديالي. وبالنسبة للثمن قابل للنقاش وتبارك الله عليكم الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.